السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم لكل السودانيين ولكل الأمة الإسلامية. أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك يعود علينا وليكم بالأمن واليمن والبركات وبالسلام، ربنا يحقق السلام في بلادي ويكون هذا العيد بشارة سلام. أردت أن أفرد هذه المساحة للعيدية لأعيد عليكم أينما كنتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد حيصلكم الفيديو ده وأكيد هتشوفوا عيديتي لكم أينما كنتم داخل السودان خارج السودان في منازحكم في ملاجئكم أينما كنتم. أتمنى لكم أن يكون هذا العيد عيد أمن وسلام واستقرار ومحبة وسلام، ويا رب يا رب العيد يكون لنا بشارة بتاعت إنه يتحقق السلام في أرضنا وتجيف هذه الحرب اللعينة التي فرقتنا عن أراضينا وعن بيوتنا وعن أحلامنا وعن ذكرياتنا وعن معارفنا وعن مودتنا. كنا نتمنى العيد يكون في السودان وسط الأهل، والعيد في رفاعة أكيد عنده طعم ثاني، وأنا عمري قدر ما أكون في السودان قاعد أعيد دائما العيد في رفاعة. العيد أفتقد رفاعة هذا العام والعام السابق بشدة. أتمنى إنه نعود لوطننا والعيد يكون يحتفي بوطننا ونحتفي بكم وتحتفوا بينا. تحياتي وكل سنة وانتم طيبين.